رجعنا لكم من جديد طبعا مع الاخ هاي. طبعا احنا نحاول نسوي الحين نكبر العمارة. انا بعدد سكان وما عندنا سكان وهاي مشكلة ثانية. مول اوفيس لوتك اوفيس ميديمتك بنحطي اوفيسات ما نبه. احنا نبه الحين سكان نبه ناس تشتغل. هذا نهاية من ننهي ان شاء الله. هذا اول عمارة عندنا طبعا كملناها. اللي بنسوي بعده ندور لما ندخل اللي بينا نبى خلنا نشوف وضعنا. البيع البترول جيد الوضع الحين. خلنا نشوف الضريبة حيد رفعناها وتمت فوق. بنطور السيتي هول الحين. السيتي هول يوم بنطوره الصراحة اللي بنطوره بيكون علة علينا لأن السكان في العادة ما يطلبون الشيء إلا إذا طورته. ما أعرف ليش ديبارتمنت أوف سيفتي بس عندهم مشاكل أكثر. توريزم طبعا احنا ما عندنا فعليا سياحه, ما مدخل وايد في السياحه. فبالتالي انا افضل اليوتيليتيز سواء السيوج ولا غيره ولا المجاري ولا هذا كله بيحتاج تطوير. استوى ان عدد السكان جيد خلنا نضيف. دام انه ينضاف انا بضيف الحين خلاص. Not enough simoleons. اوكي ما عاد فلوس. Apartments في فنص مول بس نزل احتياجنا للناس والعمال بشكل كبير. كان عندنا مشاكل كبيرة. ايوة ميرز منشن هذا قصر العمدة. هذا راح يخلي الناس تستانس وايد بيستانس بيطورون بيوتهم اذا حطيناه. ف لازم نحطيه مكان ونخليه المكان مكان زين يعني. ما بأهدم عمارة حق بيته أنا عادة لأن يباله مساحة عقب بعد. لأن كل ما يتمون مستانسين السكان هني عندنا very positive for long time. المستانسين بشكل ممتاز لفترة طويلة يزيد الأبجريد اللي على الش اسمه. سوينا أبجريد ثاني بعد فتحنا على طول الأبجريد اللي بعده بيكون في فاينانس شكله. انا احتاج قروض كبيره بحطيه. انا ما كنت بحطيه فاينانس الصراحه بس وي اكشلي نيد ات. لازم عنده للاسف الشكل اللي بيستوي. سامحني انت تكلف علي. انا بحتاجك انت اكثر. هو بيكون مفيد لي اكثر من صديقه لاني ببني فيه الحين اللي هو المصنع مالنا. مصنع الالكترونيات اللي كنا بنبنيه على اساس في الحلقه هذه. الحين عندنا استوى مكان استوى عندنا فلوس ابدا ابني. اظن ها اخر طبقه عندنا نبنيها ولا 7 out of 8. العماره عوده ترى عماره جميله فكره جدا. خلنا ننزل الضرائب. طبعا فاينانس يفتح لنا تفصيل ممل. انت على منو بالضبط تبى ترفع الضرائب؟ ترفع اللي تبغاه على كيفك. انا بالنسبه لي الحين مش همي الضرائب, الحين همي هذا. انا فتحت هذا راح يفتح لي مجال اني احصل 160,000 بسهوله وادخل فلوس. الفلوس الثابته وايد مهمه. بعدين يوم بيبي يحط ديبارتمنت او سيفتي ولا غيره بيفرق وياي وايد في الانكم مالي. المدخول مالي بيفرق وايد. احنا ناس قام تتطور اوريدي اصلا. التعليم المصيبة الكبرى. التعليم التعليم يا تعليم. بنحط ثانوية شكلنا بقى محتاجين ثانوية بشكل كبير. بس بعد مش الحين ثانوية. لا ثانوية بعد ونحل المشاكل اللي موجودة من هالمجاري. المجاري شكل راح يكون مصيبة كبيرة عليه. ما بقى قاعد ادخل في متاهة المجاري انا حاليا ولا متاهات. لان دخلنا متاهات ما بخلص. بنتم نحاول الوقت كله نصلح المتاهات اللي علينا بس. فانا اشوفه ما يستاهل الوضع. يعني الحين هذا حط له كول وحط له سيارات وشوف عندكم ما قاعد يستورد اصلا اي شيء. من بدينا هذا ما قاعد يستورده.
ما قاعد بالاحراس يريبه من هني، هذا قاعد يبند كل شوي فول ستورج. مو مشكلة، انا اقول لك سوي له اكسبورت، انت مانج، انت يوزر، اوكي اوكي خلنا نشوف. يعني تبند علي الكهرباء يا ان تضبط معي، ان شاء الله ما تبند عليك كهرباء، اذا بندت ما عليه، يكون لها حل، يكون لها حل، بنحلها بطريقة ما في مشاكل. اذا بند علي بعد مصيبة ثانية. بيحتاج الحين هذا، شوف شو وضعه، شو وضع السيارات اللي ما قاعد تشيل شيء. فلوس حق مجاري، يلا هذا زين، ما بيطلع لنا تلوث، بيحلنا مشكلة. هذا وايد متلوث الصراحة، هذا بيوفر علينا وايد تلوث. ما يجي بالعيد بس بندت علينا الكهرباء بتلعوز، ما بتلعوز الصراحة. الحين بس محتاجين 2000. لا اوكي، مش محتاجين 2000. ليش؟ باكت بايبس تو ماتش سيوج فور يور سيوج اوت اوف فلو بايبس بليس انذر سيوج اوت اوف فلو بايب. لا بيرجع طبيعي بيرجع طبيعي، مرة طيبة، هذا أهم شيء. حلينا، أظني بنحل حاليا وايد وايد، ما يروم يشيل كل الكمية هذا. أوكي لحظة، أنا أظني بيجي بالعيد إذا هذا تم هني. ويت، مش مود ماب جراوند بولوشن، لا هذا ما قاعد يسوي بلوشن، هذا قاعد يسوي بروسس حق الماي. فاللي بسويه مش هذا، هذا بكنسله عن بكرة أبيه أساس ما يسوي مشاكل تلوث في الماي. هذا بسوي مشاكل تلوث في الماي، هاي ننظف الماي. أيوة شوفوا، هاي يسوي تريت حق الوسخ مال السيوج. يعني هذا بالعربي بيزيدني ماي، في نفس الوقت 39 هني، في نفس الوقت اللي يزيدني فيه ماي بس يسوي معالجة حق السيوج هذا ووتر بومب سل. بس بسوي له شارع ثاني، من احس ان الشارع هذا مخرب عليه، الشارع هذا وايد احسه مخرب عليه، لانه يله من مكان واحد. الحين اذا يله من مكان واحد بس ما راح تكون معانا بالنسبة له. بنحاول نحل هالمشكلة هاي بشارع ثاني، مدخل ثاني للمجاري، بس بدل مدخل واحد يكون عندي حل بديل. يا رجل توه بيبيع، ترى توه بيبيع. عقب ما بنت عليه باع، نشوف هذا سوى فرق. لا طبعا ما سوى فرق ابدا، ما سوى فرق، ما في بقريت، ما في بقريت حقه. خلاص خلى نفسه دام انه شغال، قاعد يشتغل ممتاز، امور طيبه. خلاص خلى هنا بنحط محطه ماي ثانيه، لما شغال خلاص خله
ما له داعي اسوي الازعاج كل شوي، يمكن احتاج ابعد شوي بس ما بيكون ذاك الزود مشكلة يعني. هذا بعد في اد، اي والله في غير، في طابخ ثاني، طابخ اخير، وصلنا 7 طوابخ بس. في افكر بحط لهم حديقة فوق، ما بحط لهم حديقة ولا بنشوف بنشوف. من الأفضل ان امبلويمنت كرايزس الحين، الحين من ان امبلويمنت انا من زمان اقولكم الحين تبون توظيف خلاص، هلا اسوي شوية انتظار، يكون شوية انتظار هاي بتخدمنا، بسوي شوية فلوس وبنبني البروسيسر بلانت. صح، ما سوينا ريسيرش من فترة، ابجريد افيلبل اكاديمي ابجريد. هاي ب50,000 بعد على الابجريد الواحد، 50,000 على الابجريد. بس شو يسوون الابجريد هذا؟ شو يسوي؟ بوست اكاديمي ريسيرش ريت، يخليه اسرع، ترانسميشن كنترول نت ترانسميشن، انا اظني بسوي هذا اللي يخليه اسرع، فكرة ممتازة بس مش الحين بخلي. في ريسيرش كنترول نت فاسيلتي، سوي ريسيرش 50,000 كوست ماله يا ظالم، عايز ندور فلوس دوار الحين، كل شي تمدة بفهمنا 50,000. ما نبقى جامبلنج اتش كيو الحين، زين حطينا جراجات الحين، اوريدي حاطين جراجات ترى، بس انتم ما تطلعون وين صاروا السيارة الثانية. سؤال، السيارة الثانية وين راحت؟ انا حاط جراجات، يلا دام يؤدي الغرض وإذا بدأ يتحرك معناه زين، أهم شيء إنه يتحرك الحين، بس يتحرك أموره طيبة، ما يتحرك هني المصيبة، هني المشكلة. عنده هي عنده شكل، الأول كان يبدأ دايركت من هني على المصنع هذا الذكي العبقري، ونحن عندنا ستورج، عندنا كل شيء حقهم. بعد في عندنا مشكلة سيويج، شو لا ما عندنا، أوكي الحمد لله، ولا السيوج مصيبة. شوف مشكلة الزبالة عندنا، أمورنا طيبة ولا بلاهم؟ سكنس ليش المستشفى مش مغطنكم يعني ولا كيف؟ فل هذا ولا شو؟ لا مش فل، أمورنا طيبة، خلنا نزيد إسعاف، يمكن يتعدل وضعهم. مرات يصيحون على شغلات سخيفة مثلا، يسحب عليهم، وسهل على شغلة سخيفة والواحد مش فاضي لها أصلا. ميجا شوب ميجا شوب، ميجا شوب ميجا شوب، دبل دكر باص، مسوي شغل أكثر من لازم، أبرج ويتنج تايم، ما عندنا ناس قاعدة تتريا، أمورهم طيبة، مع انه ما بزيده، ما بضيف على نفسي تكلفة زيادة. بس انا عندي مشكلة، هذا معور راسي اشوفه. accumulated ground pollution، خلنا نسكر هذا، نحول الضغط على هذا، نسكر هذا ونسكر هذا، خلي كلهم يجون على منو،
بنحولهم على هذا، يا انه يجيب العيد يا انه اموره تمشي، واحد من اثنين. شوي شكله بيجيب العيد شوي بوايد، شوي بيجيب العيد بس احسن من الجراوند بلوشن اللي ذابحنا هني. يمكن الجراوند بلوشن يروح لسكر نهاير، بشوف وضعهم كيف. نحن الهدف كنا نبني البروسيسور فاكتوري، بس البروسيسور فاكتوري سوى لنا مصيبة ثانية، عندنا مصايب ثانية غير ميزانيته، عندنا شغلات هني لازم نبوها. خلنا نشوف هاي الإضافة المفروض ان يشتغل يسوي فرق. اشتغل اشتغل، ايوه. لا بعد يبغى له واحد، هاي الوايد دلوعين، بعدين بسوي لكم وايد دلوعين ومش فايق لهم، يبون كنترول نت، يبون ما اعرف شو، يبون هذا، يبون ذاك، طماعين من كل صوب، يبون كل شيء. ما عندي مشكلة انا في هذا المجال، المجال عندي اهم منهم. بشغل واحد بيحل المشكلة حاليا، مش فايق له الصراحة. خلي اسوي له تريتمنت، ها مشكلة ما متفق لها الحين الصراحة، ها مشكلة طويلة. هذا شكله يستوي الحلقة كلها حل مشكلة المجاري فقط. كيف تحل مشكلة المجاري؟ نعم، انها المصيبة، انها الطامة، انهم لا يعملون جيدا. هذا ليش ما يشتغل زين؟ كنترول نت نيدد، لازم الريسيرش مال ذاك زفت، كنترول نت مالهم لازم عشان يشتغل مثل عالم الناس. اوكي مو مشكلة، بنسوي لهم كنترول نت، بنسوي لهم نسوي لهم، بس محتاجين شوي مدخول زيادة يعني عن الطبيعي. فلازم نتصرف، بنبيع هذا الفحم. خليه ينباع شوي، زيد فلوسنا. اوكي مانج يوز لوكري، اوكي بيلون، خذ 150,000، 100,000، 100,000 حلوين. هذا مش هذا، نبغى هذا. نحن ريسيرش كنترول نت فاسيلتي، غير ان نبني بعد. ضرب لنا ضربة بعد سكان يود، لسه سوي له ريسيرش انكريس تاكسس. طبعا انكريس تاكسس، ما اسوي شي غير ازيد ضرايب اصلا. سويت كل اللي اسويه حاليا، ازيد ضرايب كل شوي في كل جيم. هذا شغل الشاغل. اوكي زين، هسا اسوي لك ريسيرش كنترول نت، فلا تصيح علينا انت، خربت علينا كل مخططاتنا. يا الله يا الله على الشغلة هذه، الشغلة
قاعد اسوي له ريسيرش. اوكي، مو مشكله. مركز الابحاث هذا شوي متطلب اكثر من اللازم الصراحه، انا متطلب. خلني اسوي له كنترول نت، مو مشكله، ما عليه. مع ان هذا متروس اكسبورت صدر الزايد الحين، قمت اصدره يدويا لانه ما قاعد ياخذ مكان ويصدر مكان ثاني، مع اني مسوي مركزين للتصدير. كل اللي قاعد اسويه الحين اني قاعد اشتغل دبل الشغل، لان ابو الشباب ما يشتغل مثل عالم الناس، ما يفهم هني، ما اعرف ليش بس ما يفهم هني. يمكن لانهم مشغولين في هذا الفرايت خايس، ما اعرف، بس انه عاوزني شوي. خلي ابيع هيل، نبيع واحد يسد، بيع الثاني. لحظة خلنا نشوف المصنع كم ينتج. زين قاعد ينتج، خله يابا هني، خلي يبيعونه. بس الحين يوز لوكلي، ليش يوز لوكلي؟ لان عندي فلوس احطي واحد ثاني. خلاص شوف، اوكي انت مش في مشاكل لان الكنترول نت ماله يستوي له بجريد. هذا ماكسيموم، ما عليه، مو مشكله، مو مشكله، تحمل تحمل لان هذا يستوي، مش غلط. محتاجين ما قاعد يغطي كل شيء هذا. قاعد اسوي ريسيرش يا جماعة، صبرك علي. انت زعلان من كنترول النت؟ قاعد اسوي ريسيرش اكثر من هذا غير ممكن الصراحة. انزين، ليش عندي بيوت مهجورة انا؟ الاثنين لو لاند فاليو. انت بعد عندك مشاكل ثانية؟ بيجرطوني اليوم. يلا حطينا لكم شوي لاند فاليو، بعد تقولوا مش عايبينكم، بعدين مش عايبينكم برايكم. ما عندنا مشكلة في الكمية، بس من يستوي عندنا هذا الريسيرش الخايس، انه مطفر بيه اسمي الخايس. بتمشي الامور اوكي، تمشي الامور اوكي عادي، بس في مية مية. وهاي ليش ما ينتج؟ اظن البترول هنا قام يخلص، ف ما قاعد ينتج مثل عالم الناس. لحظة، لا قاعد ينتج، مش اوكي، بس انه خليه يفضي الارض، مو مشكلة، خليه يسوي لي شغلة بس ويتوكل. انا خلاص طفح الكيل، طفح الكيل خلاص. بروسيسور بلانت، قول لي شو تبغى، الوي بلاستيك، الوي وبلاستيك. حلو، وانت ما منك فايدة، بيع. اوكي انت بروسيسور ستورج. زين يا صديقي، بلاستيك امبورت، الوي امبورت، تشيبس اكسبورت، لان ما عندي انا انتاج لا هذا ولا هذا، بس بينتج ان شاء الله. بس هذا يبدا يستورد لو يصدر، بس يستوي عندي فلوس، لان هذا بيستورد بس يتم نشف فلوسي ويتم يبخ فلوس. نيد رولت وركرز، اعرف بس خلاص يعني. طبعا الكيل منكم، هاي حطينا مصنع على الشبات. الحين يبغى مدرسة، والله يبغى مدرسة من الخاطر.
المدرسة هذه مصيبة، راح تسوي لنا مشاكل. أهم شيء قدرنا نحطي هذا نو ألوي برودكشن ستوبت. انزين انت ممكن تجيب لي ألوي، بس انا محتاجك انت تشتغل والله مخاطرك صراحة. هذا مشكلته، عليه تكلفة وعليه كل شيء وعليه هذا امبورت اكسبورت امبورت. ممتاز. هل المصنع الالكترونيات راح يدخلنا في خسارة، دخلنا في ربح، دخلنا في هذا؟ ما اعرف مشكلته. لازم يبدأ ينتج الحين، الحين لازم يبدأ ينتج خلاص. بس المشكلة وين؟ المشكلة ما عندي فلوس، ما في الكفاية انه قاعد ينتج. رفعت الضرائب. يلا رفعنا الضرائب شوي، لأن هذا قاعد يسوي ريسيرش يوم اروح له، ما يسوي احسن ما يسوي. احسن ما اروح ما يسوي شيء، شي طاف يسحب على الدنيا. لحظة، اوكي لوكال دليفريز ممتاز. برودكت قام يستقبل، اوكي الحين محتاجين مبالغ كبيرة حق ال حق الحديد، مبالغ كبيرة نبغى يشتري حديد. من يبدأ ينتج ونبدأ نشوف فلوس. من يبدأ ينتج ونبدأ نشوف فلوس. لوكال كول اوكي، كارنت برايس 6000 اوكي. لا 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 الا زلزال، ما ضرب الا هني. يا عق الكازينو، خرب لي الدنيا الزلزال هذا، خرب لي الدنيا. الحمد لله ما ذبح مع الالكترونيات. خلاص نسوي حدايق كلها دمرت ثبت الحبيب. شو بيسوون هالمساكين؟ كم بيسوون زلزال ضرب؟ كم بيسوون؟ زلزال يا ابو العيد. انت شغال مدروس بلاستيك اكثر من كلوي. ها هذا بعد راح. ها الزلزال، انا شكلي دمرت شيء مش مفروض ادمره. ها الزلزال سوى لنا مشاكل وروح، سوى لنا مشاكل عظمة. بعد نحط لهم كازينو، بعد نعوض الكازينو اللي راح. ما في فلوس اصلا حتى كازينو، زي ما ضرب مصنع البترول ضرب مصنع البترول. اوه الشغلان اللي بطيح فيها، مصيبة مصيبة مصيبة. زين الحين الحل وياك انت، حلو ياك انت.
الى لوحة انتاج الحالة كم بيكون بير دي؟ 2000 بير دي، الف سعره 100 ألف، يعني اذا ينتج 2000 في اليوم 200 ألف يوميا يقدر يعوض وايد خسائر في وقت حلو. يقدر مصنع الالكترونيات يعوض عن الخسائر. انا شو قاعد اسوي من الصبح ريسيرش؟ اقول لكم يوقف هذا، انا ما حد يوقف، دافع له فلوس عشان يوقف. الظالم الظالم الظالمين، دافع له فلوس. انا بعد كريس تاكسس طبعا، على اساس التاكسس اصلا مش مرتفع يعني على العالم، ذابحنهم. اوكي بعد على 19 دولار كريستوكس. تعال بنزيد، ما انا ما عندي مشاكل بنزيد بنزيد. ليش ما نزيد؟ لانك طبعا حضر جناك وتخسر كل الفلوس. وشو اكيد تخسر كل الفلوس في البلاستيك وما بتجيب ولا شو. الوي انا شو المفروض اسوي فيه؟ هذا 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 ما على بي، هل انا قاعد عليه هذا؟ خلنا قاعد تبهر شو يسوي، شكله بيجي بالعيد هذا. هذا مسوي مشاكل، وصل آخر الدنيا هذا. شو اسمه؟ بعثات خطيرة هاي. لازم بعد كنترولرز ودنيا. كانت اللعبة أبسط من الطريقة هاي، ما كان فيها التعقيد هذا كله. واحد انتبه لشغلات اقل. بس بعد انا شوية جايب العيد وما مسوي شو اسمه فعلي، يعني وقريت فعلي. خلنا نشوف يابلنا اللوي. لوي 42 ألف امبورت. اوكي هم عباية، هذا بينجبر على 40 ألف. شو يسوي؟ يعبي لنا من شو اسمه، يعبي لنا الكوينز ثانيات، يعبي لنا ثانيات. اظن بيبدا الانتاج يتحسن شوي، بس هذا انتاجه افضل من البترول بيكون. المفروض اسويه قبل، كان بيوفر علي تعب وايد. التعب هذا كله سبت عدم الانتظار الاولي، اني اسوي شغلات ثانية في الدرب. بس ممكن اسوي مدينة جاية كاملة صناعية، انا اغير المدينة ثانية وابدأ مدينة صناعية، بما ان انا عندي وايد يوتيليتيز ولا وايد خدمات، احولها من مدينة عادية الى مدينة صناعية. فكرة بعد تطبيقها مش غلط ابدا، بس حابين ينقصون عندي الناس في شوية مسخ عندي التاكس وايد صاير. اعرف التاكسس وايد هاي اعرف، بس اذا نزلت ابي بالعيد اعرف التاكسس هاي اي نو. خلنا نشوف الحين لو يشتري هذا، بس يبدا الثاني انتاج ويبدا الفلوس. وانا بعد خلينا نبيع لنا دفعة ولا شيء، اصلا شوارع زحمة مسوي لهم سالفة. ما في زحمة ترى غير هني عند هذا، مش زحمة عادي. المهم مشكلة بنكمل انتاجية تنعن
بالحق الخادمة.